حزقيال 31. وحصل في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر إن كلام الرب كان ليا: يا ابن آدم قول لفرعون ملك مصر والجمهور بتاعه: شبهت مين في العظمة بتاعتك؟ أي شجرة ثروة، شجرة أرض في لبنان، غصنها جميل مضللة بالورق وقامتها عالية وفرعها بين السحاب الغامق، عظمته المية ورفعته المية كتيرة، الأنهار بتاعته ماشية حوالي مكان ما بيغرس، وبعدت القنوات بتاعتها لكل أشجار الغيط. فعشان كده اترفع أوامه على كل أشجار الغيط، وكترت الأغصان بتاعته وطولت الفروع بتاعته من كتر المية عشان نبت، وعششت الأغصان بتاعته كل طيور السماء، وتحت فروعه خلفت كل حيوانات الأرض، وسكنت تحت ظله كل الشعوب التانية كتيرة. فكان جميل في عظمته وفي طول الأغصان بتاعته، لأن الجدر بتاعه كان على مية كتيرة. شجر الأرض في جنة الله ما غطهوش، شجر الثرو ما شبهش الأغصان بتاعته، وشجر الدلب ما كانش زي الفروع بتاعته. كل الأشجار في جنة الله ما شبهتش الجمال بتاعه، خليته جميل بكتر الفروع بتاعته، لحد ما حسدته كل أشجار عدن اللي في جنة الله. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: عشان خاطر انك رفعت أوامك وخلى الفرع بتاعه بين السحاب الغامق وترفع قلبه بالعلاوة بتاعه، خليته في ايد جبار الشعوب التانية فيعمل فيه اللي يعمله، عشان الشر بتاعه طردته فيقطعوه الغربة جبابرة الشعوب التانية ويسبوه، فتقع الأغصان بتاعته على الجبال وفي كل الوديان، وتتكسر الأغصان بتاعته عند كل أنهار الأرض، وينزل عن الظل بتاعه كل شعوب الأرض ويسبوه. على الأغصان الناشفة بتاعته تستقر كل طيور السماء وكل حيوانات الأرض تبقى على الأغصان بتاعته، عشان ما تترفعش أي شجرة وهي على المية عشان الطول بتاعها، وما تخليش الفرع بتاعها بين السحاب الغامق، وما تقومش البلوطات بتاعتها للعلاوة بتاعها كل اللي بتشرب مية، لأنها تسلمت كلها للموت للأرض التحتانية في وسط ولاد آدم مع اللي نازلين في الحفرة. كده قال السيد الرب: في يوم نزول الهوية نحت كثيت عليه مية كتيرة ومنعت الأنهار بتاعته، وفنيت المية كتيرة ولبنان حزنت عليه وكل أشجار الغيط دبلت عليه، من صوت وقوعه اترعشت الشعوب التانية لما نزلت للهوية مع اللي نازلين في الحفرة. فتتعذف الأرض التحتانية كل أشجار عدن أفضل وأحسن ما في لبنان، كل اللي بتشرب مية هم كمان نزلوا للهوية معي للمقتولين بالسيف، واللي كانوا دراعه سكنوا في ظله في وسط الشعوب التانية. شبهت مين بالشكل ده في المجد والعظمة من أشجار عدن؟ فتنزل مع أشجار عدن للأرض التحتانية في وسط اللي مش مضطهرين ترقص مع المقتولين بالسيف، هو فرعون وكل الجمهور بتاعه، بيقول السيد الرب.